الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أعلم، يعني ممكن تكون يعني هذه مذاكرة فيما يعني لابد أن يكون عند الداعية. يعني مهما ترى الإنسان يعني صنع ودعا، لابد يكون في عمل الإنسان ترى تقصير. ولهذا يعني شرع لنا بعد كل صلاة الاستغفار، حتى أن الله سبحانه وتعالى قرن بين التوحيد والاستغفار. وآخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني إعلاما بدنو أجل عليه الصلاة والسلام: سبح بحمد ربك واستغفر. فعمل الإنسان دائم في تقصير، يعني لا يغتر الإنسان بنفسه يقول أنا داعية ولا كذا ولا يعني استطيع. يعني احنا نريد نسدد ونقارب ونتدارس ما يكون عليه الداعية. يعني معنى هذا أنني يعني لست بأفضلكم أخواننا. أول شيء يعني لابد أن يكون عند الداعية الإخلاص. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير. يقول فيها التنبيه إلى الإخلاص، لأن كثير من الناس لو دعا فهو يدعو لنفسه، هو الداعية هو كذا. سبحان الله، الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: أتقتلون موسى؟ لا، أتقتلون رجلا، صح؟ لماذا لم تكن الآية أتقتلون موسى؟ لأنه لو قال تقتلون موسى كأنه يدعو لنفسه، لكن قال تقتلون رجلا، هذا داعي إلى الله. ولهذا يعني عندما ترى الآن الدعوة إلى الله تجد في أناس مغمورين لا يعرفوا، بل أن شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى في الغالب لم يعرف إلا بعد موته. هؤلاء الأئمة الأعلام بعضهم لم يعرف إلا بعد موته. وبعض الناس شغل الشاغل وهم الوحيد يتعرف على المشايخ، ليش؟ عشان يقول فلان حبيبي وصاحبي وعندي رقمه ويرد علي، واليوم ممكن أجيبه على الغداء وأجيبه على العشاء. صدق والله، في الغالب هذا لا يستفيد من العالم والله. لماذا؟ لأنه غرضه الشهرة. فأهم شيء أن العبد يخلص لله سبحانه وتعالى، لأنه كيف يريد أن الله سبحانه وتعالى يفتح عليه في باب الدعوة دون الإخلاص؟ ونحن نعرف يعني بعض الدعاة الآن يعني اشتغلوا في الدعوة وأرادوا وجه الله سبحانه وتعالى. والله أعرف بعض المشايخ عندنا يسافر للدعوة حتى ما يصنع إعلان. أقول يا شيخ الإعلان في الدولة يستفيد الناس وكذا، يقول لا لا لا، لا أريد إعلان. فهذا أهم شيء عند الداعية. قد يقول البعض، وقال لي الشيخ خالد جزاه الله خير، قال ممكن يعني يكون هذا المجلس يعني في بعضهم طلاب علم وبعضهم عوام وبعض، لماذا نتكلم عن الدعاة في هذا المجلس؟ كل واحد منا هو داعي إلى الله، شام أبا. والله الآن يا شيخ عندما يسافر مسلم إلى بلاد الكفر، كفار ينظروا إليه أنه هذا مسلم، هم لا يعنيهم هذا طالب علم، هذا عالم، هذا عامي، هذا يمثل عندهم الإسلام، فينظروا إليه. إيش يصنع؟ يشرب خمر، نساء، يكذب، يغش، يصلي أو لا؟ والله في بعض الدول يعمل
في المصنع مسلمين وغير مسلمين. هذه المرأة مسؤولة عن المصنع تراقب المسلمين، اللي يصلي هذا معناه موظف منضبط، اللي يصلي مع أنه يصلي أحيانا لا يوجد وقت في أوروبا، أنت تعرف في المصانع وكذا، اللي يصلي تعرف أن هذا عامل منضبط. في فرنسا اليهود يعينوا عندهم من؟ مسلمين، خاصة في الذبح، الأماكن اللي يذبحوا فيها اليهود، اليهود عندهم تنطع كبير جدا في الذبح، ولا يعين في الذبح إلا مسلم في الشركة. لماذا؟ لأنه يعرف أن المسلم يتحرى أنه يذبح لا يقتل، لأن الكافر ممكن لا يبالي بهذا وهو متشدد أصلا اليهودي، فيعين هذا المسلم. فخاصة اليوم نحن الآن بهذه الوسائل، بهذه الوسائل ولله الحمد يعني تستطيع اليوم أن تدعو من بيتك، ما عندنا عذر أبدا، حتى طلب علم ما عندنا عذر الآن لطلب العلم للدعوة لكذا، لكن المشكلة أن نستغل هذه الوسائل في أحيانا في محاربة الدعوة، والله أحيانا، لأنه ينشر مقاطع لأهل الباطل، للرافضة مثلا ينشر مقطع للرافضة. طيب المشاهدات لو تنظر الآن عندنا في الوقت الحاضر الآن، فيه من تكلم على البخاري تمام، وفي من رد على هذا الذي تكلم على البخاري، تعال المشاهدات تنظر المشاهدات في من تكلم في البخاري ملايين، من هم؟ نحن والله. وهذا اللي رد لا أحد يطالع، حتى عندما يفتح الشباب يفتح المقطع، المقطع فيه الكلام والرد، كلام الأول ورد الثاني، الشباب ما يطالعوا إلا كلام الأول، ما يطالعوا رد الثاني، وبهذا انتشر الباطل وحصل لهذا مشاهدات. وأنتم ممكن يعرف أصحاب الخبرة في هذه الأجهزة أنه هذا يعتمد على المشاهدات لديه، نعم صحيح. فلا بد أن نعتني بهذا الباب، باب الدعوة، شئنا أم أبينا. طبعا السفر له مخاطر أحيانا، يعني السفر إلى بعض الدول، كل دولة لها ميزات لها عيوب، نعم، فلا بد من دراسة الدولة قبل السفر إليها. إنسان يريد يسافر إلى دولة أو يريد يدعو من هنا بهذه الوسائل، يعني في دولة مثلا في دولة، وين الشيخ؟ أين ذهب صاحب بوركينا فاسو؟ بوركينا فاسو، يريد يسافر إلى بوركينا فاسو، أو يراسل من هنا عبر وسائل الاتصال الشباب هنا في بوركينا فاسو، هو لابد ينظر يعرف عدد السكان، عدد المسلمين، الطوائف هناك من هم، ما هي اللغة، مهم جدا يعرف اللغة اللي يتكلموا بها. الآن من هنا لابد يدرس وسائل التواصل، لأن عندنا مثلا الواتساب فيها ممنوع مثلا، فما يمكن أنت تريد تنشئ دعوة في إيران عبر واتساب أو فيسبوك، ما حد يستخدم، لا أحد يستخدم هناك الفيسبوك ولا الواتساب، يستخدم مثلا التليجرام، انستغرام مثلا. النظر في الدولة، الدولة أحيانا يعني قد تكون يعني مخاطرة بدخول هذه الدولة، أحيانا بعض الدول ممنوع فيها الدعوة، أو الدعوة لابد تكون عن طريق رسمي، مثل دول الخليج الآن الدعوة فيها لابد أن تكون عن طريق جهات حكومية رسمية الدعوة فيها. أما بعض الدول لا تحتاج لا لإذن ولا لغيره. بعض الدول السماح بالدعوة فيها لا إشكال فيه، يعني أوروبا الآن تمشي أي مكان في أوروبا وتلقي فيها محاضرات والكلمات لا أحد يمنعك، تأتي إلى المركز الإسلامي، كل مسجد له لجنة، لابد تأخذ إذن من اللجنة وتلقي الكلمة. لكن عندهم خطوط حمراء مثلا في أوروبا، في أوروبا ما تستطيع تتكلم
على أشياء منها ما استطعت. حب تتكلم عن النصارى لا إشكال، أما تتكلم عن اليهود لا، خط أحمر بالخطوط. لا تستطيع أن تتكلم عن النساء. لماذا؟ لأن أوروبا الآن عندهم المركز الأول يعني في الاحترام وفي الحقوق من؟ المرأة. المركز الثاني من؟ الأولاد. المركز الثالث من؟ على أكرمكم الله القطط والكلاب. المركز الرابع الرجل. الذي وضع هذا القانون رجل، رجال يضع هذا القانون. والله حتى في التعداد السكاني في بعض الدول يعد القطط والكلاب معهم أكرمكم الله. إيه نعم. يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله، يقول الخبيثات للخبيثين، نسرع في السلام. ولكن يعني أنهم مشكلة في أوروبا مثلا ضرب النساء. إخواننا هؤلاء ما عرفوا الدين، فهم يفهموا أشياء أنت تفهمها غير هذا الفهم. فهم يفهموا ضرب النساء يعني ضرب مبرح، فما يمكن تتكلم عن ضرب النساء. ممكن تتكلم تقول المشاكل الزوجية في الإسلام لها حلول. الحل الأول النصح يعظها، الحل الثاني كذا، الحل الثالث معروف مثلا معروف. نعم. الحل الرابع حكم من أهلي وحكم من أهلي. ممكن كان عندنا أحد المشايخ السعودية راح إلى فرنسا وخطب فيهم الجمعة. على العادة اعتاد الخطيب هذا اللهم في خطبة الجمعة يقول اللهم أغثنا، فهو في خطبة الجمعة يقول أمامه مدير المركز الإسلامي وإمام المسجد، وهذا يقول اللهم أغثنا، هذا يقول يعني هنا أغثنا بلاد المسلمين مو هنا. عرفت؟ أي يعني إذا لابد أنه يعرف. وخاصة أخواننا ترى أول مرة تزور فيها الدولة غير المرة الثانية، المرة الثانية تكون مهيئة أكثر من المرة الأولى، من المرة الأولى. طبعا أخواننا أنا والله أعلم أنا لا أشجع السفر، السفر مشكلة والله، قطعة من عذاب وفتن وكذا. لكن لو مجموعة خرجت مثلا إلى مناطق خاصة، هذه المناطق المحتاجة للدعوة في أفريقيا مثلا، في بعض الدول التي يعني أخواننا هؤلاء يعني ما يريدوا شيء من العلم إلا توحيد، أنواع التوحيد الثلاثة، يعني شرح حديث جبريل عليه السلام، أصول ثلاثة باختصار، وصفة الصلاة والوضوء والاغتسال والتيمم، بس يريد منك هذا فقط. يعني بعض الدول الآن لا والله، كان عندنا اجتماع مع الدول في أفريقيا التي فيها أقليات مسلمة، يعني الدولة فيها 1% مسلمين، 2% إلى 10%. فبدأت أنا أسأل الشباب متى أسلمت؟ يقول أسلمت قبل 10 سنين. متى بدأت تصلي؟ يقول بدأت أصلي بعد 5 سنين. 5 سنين؟ قال نعم. لماذا لم تصلي بعد ما أسلمت؟ يقول أنا لا أعرف أنه في صلاة، ما وجدت من يعلمني الصلاة. وبعضهم يدخل الآن على المواقع عندما يسلم، يدخل على الموقع ويقع في موقع إيش؟ أهل ضلال. أي نعم. أنا كنت يوم مسافر إلى النرويج وأريد أعرف حال البلد، المراكز كذا، دخلت على موقع وأنا لا أعرف الدخول على هذا. المهم دخلت على موقع مكتوب موقع أهل السنة، قلت ما شاء الله. دخلت أنا على الموقع وإذا المصلى والمكتبة والحضرة، إيش حضرة؟ كيف أهل السنة والحضرة وكذا؟ طلع هؤلاء ليسوا بأهل السنة، لكن العنوان أهل السنة فوق. هذه مشكلة أيضا. أي نعم. فقبل المشكلة عندنا اليوم لو تسافر إلى مكة
وتبغى تسافر إلى مكة إيش تسوي؟ تسأل عن العملة، وهل يقبل العملة الكويتية أو لا؟ وين أصرف العملة؟ صح؟ وتحجز فندق، صحيح أم لا؟ وتشوف الفندق هذا قريب أو بعيد، وفي مواصلات أو لا، والطعام أهم شيء، تمام؟ طيب تخرج للدعوة وما تدري عن شيء، ما يمكن، لابد تسأل اللي سبقوك إلى هذه الدولة ماذا صنعوا، إيش الأمور اللي تنبغي، إيش الأمور التي لا تنبغي، لابد من المترجم، أين أنزل، أي منطقة فيها المسلمين، هل في مضايقات من الحكومة، ماذا، فهمت؟ دراسة كاملة عن الدولة قبل الذهاب.